السلام عليكم، اليوم حنتحدث عن أفضل فيتامين مفيد للجلد. تحية طيبة لكم جميعا، اليوم حنتحدث عن أفضل فيتامين مفيد جدا جدا للجلد. هذا الفيتامين نقصه يؤدي إلى هواي مشاكل. هذا الفيتامين اسمه فيتامين النياسين أو فيتامين B3. خلينا نشوف البداية النقص ماله شنو يسبب، عم نعرف شنو الفوائد ماله. نقصه يسبب لنا الحصف، الحصف اللي هو التحبب أو كتل حمراء حتصير على الجلد. نقصه أيضا يسبب لنا الجفاف على الجلد، والجفاف زائد يسبب لنا تقشر الجلد، حيبدي الجلد يتقشر، واحمرار على الجلد بصورة عامة. إذا عندكم هاي الأعراض معناتها إحنا أو أنتم مصابين بنقص فيتامين B3 أو النياسين. زين، ليش يصير عندنا نقص مع أنه هو موجود بالمواد اللي ناكلها؟ يعني هو موجود، الفيتامين B3 موجود باللحوم، موجود بالسمك، موجود بالحبوب، موجود بالمكسرات، موجود بالبيض، بالكبد، موجود بأغلب الأطعمة اللي ناكلها إحنا بصورة يومية. زين، ليش دي يقل نقصه؟ وأيضا مع ذلك الجسم ينتج فيتامين B3 داخليا. زين، ليش يصير عندنا نقص؟ ليش يصير عندنا مشاكل بالجلد؟ هاي المشاكل نتيجتها نقص فيتامين B3. زين، ليش دي ينقص؟ اكو بعض البحوث القديمة والحالية تقول، شو تقول؟ انه الاشخاص اللي يتناولون الكربوهيدرات بصورة عامة، اللي هي شنية، اللي هي الرز، التمن، وايضا القمح، و الذرة والكحول بصورة مستمرة وبصورة دورية، حتمنع الجسم من امتصاص B3، فيتامين B3. فالأشخاص وأغلبنا أعتقد إحنا يعني نتناول الكربوهيدرات بصورة يومية، فممكن أن الجسم يمنع أو يقلل من امتصاص هذا الفيتامين المهم جدا للجلد، وأيضا مهم جدا البقية الأعضاء مثل القلب والشرايين. وإن شاء الله حبدي أسوي فيديو آخر حول هذا الموضوع، لأن يعني فيتامين B3 جدا مهم للجسم بصورة عامة، وأيضا للجلد وللقلب، وأيضا مهم للدماغ، للاكتئاب، غير فوائد بكلش كلش هواي. ففيتامين B من أهم الفوائد مالته انه مهم جدا لصحة الجلد. ايضا الاشخاص اللي داخلين بنظام الكيتو، نظام اللي هو نظام الدايت اللي اسمه الكيتو، من ضمن شروط هذا النظام هو عدم تناول كربوهيدرات. فالاشخاص اللي داخلين بهذا النظام حيعرفون او حيشوفون اكو فرق جدا كبير بالبشر مالتهم، بالجلد مالتهم، الصحة مالجلد حتكون افضل، أكثر نظارة من قبل ما يتناولون الكربوهيدرات اللي هي الرز والذرة والقمح وغيرها من الكربوهيدرات اللي تمنع أو تعيق امتصاص الجسم للB3. هسه فوائد البي3 للجلد، فوائد البي3 للجلد جدا مهم لصحة الجلد، جدا مهم، يمنع الحصف، يمنع الاحمرار، يمنع التفتت وتقشر الجلد نتيجة الجفاف، أيضا يمنعنا السرطان الجلد أو يقلل من إصابة بسرطان الجلد، أيضا يكون مضاد للشيخوخة، شيخوخة الجلد. هاي كلها فيتامين واحد يقدر يسوي لنا هاي الشغلات المهمة جدا للجسم وللجلد. هاي الشغلات أو هاي الفوائد جدا نادرة الإعلان عنها. زين، إذا صار عندنا نقص فيتامين B3 وإحنا مستمرين بتناول الكربوهيدرات، شو نسوي؟ أكو مكملات غذائية، أكو حبوب خاصة إنه هي B3، فممكن نشتريها، ممكن نتناولها، ممكن نبدي بجرعات كلش بسيطة، الدوز كلش بسيط، حد شوية شوية ما يصعد الدوز. وأيضا
إذا صعد الجرعات أو صعدنا بالجرعات يفضل استخدامه تحت إشراف طبي. ممكن أيضا الطبيب الخاص مالتك يوصف لك الجرعة المناسبة لك. أيضا ممكن تستشير الصيدلاني قبل ما تشتري البي 3. يعني هو طبيا ما بي أي مضار إذا أخذنا البي 3، لكن أيضا الاستشارة الطبية تكون أفضل لنا. أنصح دائما أنه البي 3 يكون أحد السبلمنت المهم جدا بالنسبة للأشخاص اللي يعانون من مشاكل بالجلد. نهاية الفيديو، أتمنى الصحة والسلامة للجميع، وأتمنى أيضا أنه هذا الفيديو يكون مهم أو أعطاكم فد معلومة جديدة بالنسبة لكم. إذا أعطاكم معلومة جديدة ممكن تشيروا ويا زملائكم ويا أصدقائكم على مدة أم الفائدة للجميع. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.